قال الجيش الكولومبي إنه قتل 22 عنصرا من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارك، وذلك في غارة جوية نفذها الجمعة على معسكر للحركة في البلاد. وقالت مصادر في الجيش الكولومبي إن 3 من كبار القادة المحليين للحركة قتلوا في الغارة. وتخوض حركة فارك تمردا مسلحا ضد السلطة منذ 45 عاما.